بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار الأمين. هذه نذنب خطبتك خطب الخلفاء لمتي الراشدون فيهم الوالدون واجب بالأمة دير محمد محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ولي أن الذين خلق الخلق تقوري لإبادته نهار يوم ورزقهم وأرزقهم من خزائنه إما جزيل مكو، وجعل أول بني آدم في آدم في الدنيا أدنى حتى جربه وجرب أفعالهم والذي مكو وأقوالهم يكون مكو يرتحلون ويرتحلون لك في الدنيا أدنى إلى قبولهم فادي قبل مكة، ويكونوا بلاتو تحت لخلقهم يصلح لي مكة في ألفانهم كسمكي مكة، ويتركون بنجات إخوانهم مسلم مكة يأكلون إن نعم ويشربون إن جرى، وقد فرق سير لهازم اللذات كجور تحميد بينهم هلكون مكة، ومرمل الزوجات كير ديو بنت سديد، ومجتم البنين كير يتمنت في الورد والبنات في الريوب، ومهجم الديار كير يد بنت كالليج والقصر كتير، ومؤمر القبور كير وطنت قبل، وصارت وطن زوجاتهم سديد مكة وأموالهم جودير مكة إلى غيرهم فادي اتناد مكة، ولا يأكلون بنيامة ولا يشربون بنيارة أبدا ها أبدا من أموالهم إجاوية لما بشيئا هون، فأكلت التراب نعم الليل والدود إجلد إذامهم إيمض ولحومهم إجلدون لما بشيئا، وياتهم أرأم بمركان ملائكة جديد منكر الفائد ونكير إفايار في مسألتهم إنام نادر، فإن كانوا سبلات مؤمنين كبجول بي ويونسانهم إن يوتبي ويبشرانهم إن يلتنبي وينصرفان بفلتو عنهم قامر بي، وإن كانوا سبلاتهم منافقين كبنافقين ويؤذبانهم إلتن ويؤقبانهم بجدفن أمام إلتن، ويوم القيامة يوم دنر يحسرون بموقع مع البهائم والجيان مع البهائم والمومنت والوحوش وينظرون بندار إلى أوراقهم أوراق مب وتشهد إن سيدو ألي مب وأرجلهم يقوى المب بما كانوا كإلاتنا إلى عملوا من الدنيا أبنى. الله أكبر ألك موقع كبيرا جمعه والحمد جتوري لله وليني الله كثيرا كهي، وسبحان الله سناد وديني الله بكرة سبكاجي وأصلا إتتلاجي. أيها الناس إيهي من جنجي أوسيكم بالوسي وأن يا إباد الله إيهي من دياب الله وبنفسي إحوري أم بتقوى الله كل الله الأبن مولوهم، وأحذركم بقرينتنا الدنيا أدن الغروركم دعو فإنها نأدن دارك قل من لا دار له أن بقل على نار، وما منك جودي من لا مال له أن بجودي على نار، قد غرتكم تين من كان نتين قبلكم أدنوا لهم، فإن لم توقنوا سأنجانناك بذلك نتون
أين آباؤكم؟ حلوى برابهم الأولون أروني وإخوانكم المسلمون الذين بين ذاهبون بنجه ولم يرجعوا بنغفتها إلى يوم القيامة. وذلك هنا يوم القيامة يوم كنيلوم شديد تكتب ويوم كنيلوم الحسرة تكتب ويوم كنيلوم الندامة ننسب ويوم كنيلوم المناقشة بتتران ويوم كنيلوم الحساب حسباري ويوم كنيلوم تذهل إن فايت كل مرجئة كلب مننا طول أما أبعاك مننا ندا وتدعو إن ولنا كل ذات حمل كالجوم ريدو حملها دوني ندا وتردنا سنجيائهم بسكاري بمندل وما هم تونانكم بسكاريكم بمندل ولكن نكون عذاب الله لك أن شريك واذكروا تترى يوم ينظر المرء ينزلين تنك ما قدمك أرض النوم يداه جوجمك ويقول لي الكافر كافر يا ليت نهانين من كنت ترابا من لاتي مليدي ويوم يفر المرء ينزلين تنك من أخيه مسلمك وأمه أيمك وأبيه أبامك وصاحبته وصاحبته الشديد مك وبنيه الشديد مك لكل امرئ كان منهم مب يومئذ يدهن شأن في لونه بعلمه فاذكروا كفر يوم يؤلق يد يوى الميزان في سد الفتور لنا انتاس أعمال العباد يقول الجياب فمن ثقلت عن بجت موازنه في سدهم فأولئك نبان هم المفلحون والملاحق ومن خفت عنقهي موازنه في سرق المنظم فأولئك نبان هم الخاسرون والبكرون واذكروا تفرع يوم ينسب يلدرنا السراب سراب على متن جهنم يجوغير جهنم وهو نسراب الرق برسود من الشعر اليوم وأحد برولد من السيف إسلاما وأحنا برولد من الدم يجوغير وأضرب وأضرب كل فلواد من الحية إشب الكلب مسيرته يا رمود 3000 عام قدور إذن نابتت وصعوده نفقل 1000 عام قدور إذن وأستواؤه فتقل 1000 عام قدور إذن وحبوده جفقل 1000 عام قدور إذن يجوزه العباد الانذر والثياب على قدر أعمالهم فرد والليج مبت ومنهم نيمبي كبر في العين مجان ليتر توين ومنهم نيمبي كبر في الحادث مجان ليتر توين ومنهم نيمبي كالريح الآسف هندو جيبور توين ومنهم نيمبي كأجاوية الخير تتجاج الباب توين ومنهم نيمبي الماسي يهوب ومنهم نيمبي الحاب قفوب ويجوده المؤمنين إن كنّر والجود مع نبيهم منذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم أم جمع كيس ونمودون سفيكهم من تفنى طولب والقرآن القرآن دليلهم من دليل مبت وحور العين قور لينين زوجاتهم من سكي بمبت وزبرجة الأخضر كان يتنون قصورهم من قداد مبت وسندس الأخضر كان يتنون لباس من قرنان تاج مبت والدر والياقوت كان يتنون حريهم من تداج مبت واللؤلؤ والمرجان كان يتنون سريرهم من بقان تاج مبت والبلدان سكار يدورون إنجيل بينهم هكون مبت ويرون ربهم إنجيل يوميد لا سماء ولا أسمان فوقهم دو مبت ولا أرض ولا ليل تحتهم لس مبت ولا شمس ولا نار ولا قمر ولا ليل ولا برد ولا قبل ولا ريح ولا هند يضرهم قؤنا لرلا فأوبى دل الودن ثم أبارك دل الودن لأهل الجنة يمجع الجنة ثم أبارك دل الودن لهم وننذر أبدا ها أبدا وهم الذين كانوا من دين يقيمون الصلاة من نور الجود ويؤتون الزكاة عندك أسكال ويحافظون بالدين وفروجهم فرجي مبدي والصابرون بالمني على ما أصابهم كالكشف وأهل سكاء سكايك من مركز في جهنم كل جهنم مخلدون بالنيبة خاسرون بالتدي
نادمون نمسوك مقللون لنك إنابي مقرنون سن الدرابي مزللون جاسنابي فويل ويل ودني لهم وننجد ثم ويل رشت ويل ودني لهم وننجد وقد تقدر تجيه أجسامهم بالمبي وأسودت بلنان وجوههم بأسمبي وأرزاقت وهرك إنام أعينهم بتمبي والسديد مرد تخرج إن يلت من أدبارهم يتقل مبي فويل ويل ودني لأهل النار يمجيول ثم ويل رشت ويل ودني لأهل النار يمجيول ويسربون بجرفة من النار كوي جنجل ويأكلون بنيامة من النار كوي جنجل ويسكنون بقرة من النار كوي جنجل تفلح إن جفق وجوههم حياس مبلي النار جنجل وهم نكمل فيها الجنجل هي كان يقول بالبين كوي ناوان قال الله في الله تبارك موني وتعالى تولي لهم منندل ألم تكن بالله تنوك آياتي آياتي أم تتلاء من جنجة عليكم يا مولانا فكنتم لاشدون بها آيات لا تكذبون أولاً كنا قالوا بني ربنا جوب من غلبت توجالنا علينا أمن سقوتنا ملكة أمن وكنا من ذاتي أو من ذي الضالين مجد ربنا جوب من أخرجنا يا عيالتي منها إجاي وده فإن أبنا سمين دكتي فإننا من ظالمون ولقالي قال لي تبارك موني وتعالى توي له وننزل بلسان مالك امغ المالك بعد الفجر الدنيا فرد ادن مرتين لا تريد اخسأوا متح فيها جنولها ولا تكلموني واتكال وريكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا الله أكبر على الإبتداء أيها الناس إهيم النيمبي مهلا مهلا جم غدا غدا جنجو يوم القيامة يوم درنا تخسرون أرى الموبي حسرا موبقل وتاتون أرون غرا من الطير يجوكي على أرض ليلي صحفا چنت وتوافقون أرون دارو بين يدي الله يسا الله فردا قوتو وترادون أرون يولا عذاب الله إلبت الله وردن جلقل وكل ذلك كلكم إذا دكت الأرض سنقنا مليدي دكن نقنقل وجاء ربك جوم والملك إمليكي صفن لك سفيد أعاذنا الله يوتن بأن الله وإياكم أمورا من الأذاب التي على الأليم المسلم يغفر الله لنا يوياب أن الله ولكم أمورا أجمعين للنانجا أنهيكم سحلنيون التكاثر بسطراب أن القبور جاء قبل وظلماتها أن يموتم أنهيكم سحلنيون التكاثر بسطراب أن النار جاء جاينغر وأذابها إليك مودم أعظم تفاخر بسطرا ما ذكرك جنكاكو وعلمون جندي أنكم أين أنون تنتقلون أرون إد من الدنيا أدون إلى قبوركم فاري قبل مودم أن قريبين كمالي فإن لم توقنوا سأنجرنا جاغر في بمبي والإخوان المسيدي والأحباء إيبي أين الأنبياء والأنباب والأولياء والولياء والصالحون المجد وكانوا إلى سنون في الدنيا أدنى وأجسامهم قل مرد رفعة دبت وما بعد الدنيا ولا نتقى أدنى إلا سونا من دار الجنة سونا قل الجنة من النار والقل جنة يا عباد الله إيهي من دياب أن نكونوا لا فجأة في الدنيا أدنى أضعافاً كون حب واتخذون جبت جا مساجدكم جماجمون بيوتاً كتودي فما كان العارية وناني لول إلا مربوداً سمنا رتاد يا أيها الناس إيهي من يعلمون جنة رحمكم الله ويومون الله وإياكم الدنيا ودنيون أدنى فإن الدنيا أين أدنى زوال كوكو جنات وزوال ما فيها تلك وني أدن كوكو جنات وإياكم الدنيا موقني وانا أدن فإن الدنيا أين أدن كذاب كوكو فنات وكذاب ما فيها تلك وني أدن كوكو فنات وإياكم الدنيا موقني وانا أدن فإن الدنيا أين أدن
فنون كوكرابطة وفنون ما فيها كالكوني أدونا كوكرابطة وإياكم الدنيا مغدني أن أدونا فإن الدنيا أين أدونا غرور كوكهمتة وغرور ما فيها كالكوني أدونا كوكهمتة وإن لم توقنوا سؤال جاننا كبذلك نقوم أين سليمان بن داود هو سليمان بن داود عليهم السلام جمع كسواني مولو قد ملكت الدنيا وجينا أدونا وما فيها قال هو ان ادنا وما تؤمي رحمه الله يوم الله فان لم تؤمن فان جاننا كذلك نقوم اين ذي القرنين هل ذي القرنين ان تبرف ان جينا ادنا قد ملكت الدنيا وجينا ادنا وما فيها قال هو ان ادنا وما تؤمي رحمه الله يوم الله فان لم تؤمن فان جاننا كذلك نقوم اين بخت النصارى oni ko gorko yite non kefero ad malaka dunye oni kadi jeyina aduna ma mafiha e kalko woni aduna wa mata o mayi laknatullahi alayhi wa kulli allah wa hamako fa in lam tuqinu so on janana ka bidalika na dum ayna namrudu bun kan an onu namrudu bun kan an oni ko gorko kefero wonno kad malaka dunya oni jeyina aduna wa mafiha e kalko woni aduna wa mata o mayi laknatullahi alayhi wa kulli allah wa hamako فإن لم تؤمنوا فإن جاننا كذلك نقوم أين سيد الأولين خلقه وأرونيد والآخرين والتديد أين أبو بكر الصديق قال أبو بكر الصديق أين عمر ابن الخطاب قال عمر ابن الخطاب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وولد الله ونعم بجنة يعلموا أن يومكم يلوم من هذا أولو يوم الإجلال نيلاو مو جوم مانغو وال اكرام يتدوغال قدره فدما كو جليل نفي قدمه نيلاو مو اوغوفي يوم خلق السماوات والارض وتجي اسمان والارض ليدي وكرمين غوفي ولا يرتكب فتتاك فيه نيلاو مو جرم بكا ولا يوسع تفتاك فيه نيلاو مو ظلم تونين الاعمال بوني مدافعه كوكو سوته والاثام بكتوجي تتضاء كوكو لونته لعظمته نسب مانغو ماكو سوامح الجبال رمته كادي والاكام اتولي ويتجلى ان فيذ الجلال جم مانغو والاكرام اتدوغان ليزوره حاجورهم المؤمنون جرد فيعتق امرندنا من المجرمين بك دين ألوفاً أجناج والملائكة ملائكة يجمك حول أرشه سراج أرشمك وخلال سمائه عندر أسمان مك وأرضه إليه مك تفوفاً بعد سفج ليسحبون هذا كيدو أظيم أفره موضوم يافي مك وإحسانه مجر مك وليسحبون هذا كيدو على واسع جاج فضله أولي مك وإنتنانه إذوك مك فهو مكانك فهو نقوم يوم الحج كنيلاوم حج الأكبر مولو يباهي إن وسندر به نيلاوم بأهل عرفات كوريج عرفات سكان الأرس حق بدون أرس السماء والسماوات الأسمان الصدقات الصدقات فيه نيلاوم مدافعة كخصوة روية حبرام أن الرسول دانيلا صلى الله عليه وسلم أنه قال أمي الصدقات الصدقات يوم الفطر جول كورك يوم الفطر جول كورك والأضحى جول ليالي تزيد إلى بيضاء على صدقات إدو صدقات فيه فيما سواهما كوناد بسبعين تفند جديد ألف أجنر فانت واند وقال صلى الله عليه وسلم نلاد صلى الله عليه وسلم فأمي فرحوا مجلتلي بضحاياكم اللياج من فإنها نلياج لمضاياكم كمتانتاج من ولا يجزي يونتا حرم النيول ولا ذو عور ولا تقل ولا أجفاء ولا فنجل وقد ضحى ديم رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم غرنه ولا ساكبها ولا فكيدهم ولا غيرهما ولا كدك ولا هم ولا يوجر يبتاك به اللي صالحها الكتب
فإذا قضيتم فأم كالبتي مناسككم جرمون الله فتسامحوا يجاف نريف فيما بينكم كوني حقون مولون يسامح الله لكم الله يافون وليكن يولاتنون ذلك أن يافنا دي على بيانين إفنين دي ونسين إئين دي وإلا سوانا فلا يجزي يونتا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وي الله يترتي كنيوم تغي تغوري